بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة هي حملة وطنية مدنية شعبية لا علاقة لها بالسياسة مطلقا. المؤسسين لهذه الحملة الأستاذ أسامة النجار المشرف العام، أستاذ عبد الرحمن الصياد الأمين العام، أنا متحدث رسمي لهذه الحملة ومنسق جماهيري، معنا كمان الأخت الفاضلة الأستاذ أماني عبد الرازق منسق تنفيذي، معنا الأستاذ محمد الغيطي، معنا نجوم كتيرة جدا بقى، الأستاذ حمد الجنايني، الأستاذ مصطفى قمر، الأستاذ أحمد بدير، كل النجوم. فالهدف منها هو دعم الشعب المصري ودعم القيادة المصرية ودعم جهاز الشرطة ودعم القوات المسلحة في هذه الحرب الضروس، الحرب بين مصر وبين الإرهاب، بل من بين مصر وبين أنظمة في الداخل وأنظمة في الخارج، وهي حرب يعني صعبة جدا تحتاج في التوقيت ده إلى تضافر الجهود، سواء جهود الشرطة مع الشعب مع الجيش مع القضاء مع كل الأزهر مع الكنيسة، كل الجهود تتضافر من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان. النهاردة في فعالية مهمة، الفعالية الرابعة بالنسبة لنا، الفعالية عبارة عن تكريم لبعض أسر الشهداء. اخترنا مجموعة من شهداء كرداسة، تواصلنا مع وزارة الداخلية، الحقيقة الناس من اول وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم، مرورا باللواء عبد الفتاح عثمان، اللواء علاء محمود، اللواء اسامه الصغير، كل الاخوه الافاضل في وزاره الداخليه، اللواء عبد الكريم، ابو بكر عبد الكريم، كل الاخوه الافاضل ساعدونا في ان احنا نوصل لهذه الاسر ونعمل هذه الفعاليه ويحضروا معانا علشان يكون في تكريم معنوي، وده المهم جدا، وفي تكريم مادي بسيط هتقدمه الحمله، والاستاذ اسامه النجار هيقدمه لاسر هؤلاء الشهداء علشان نقول ان احنا كشعب مع رجال الشرطة ومع شهداء الشرطة المحترمين، ونحن ما بننساش أبدا. الهدف إن احنا نقول ان احنا مع رجال الشرطة المحترمين جنبا الى جنب، احنا في ظهرهم، ما بننساش اللي ضحى علشان احنا نعيش. احنا عارفين كويس قوي كحملة وكشعب مصري ان مهما عملنا الدنيا كلها ما تسويش شعرة من رأس هؤلاء الشهداء، ولو عملنا كل حاجة مش هنعوض اهاليهم عنهم أبدا، انما هو جهد المقل، هو تعبير رمزي ان احنا مش ناسينكم، بمقدرين اللي انتوا عملتوه، احنا مع اسركم للنهايه، احنا كشعب هنفضل مع الشرطه في هذه الحرب جنبا الى جنب للنهايه. وبالتالي انا بشكر جدا جدا الاستاذ اسامه النجار المشرف العام للحمله، لانه الحقيقه يعني بذل من وقته وبذل ايضا من ماله الخاص لدعم هذه الحمله ودعم هذه الفاعليه. الاستاذ عبد الرحمن الصياد الامين العام للحمله برضه تعب جدا معانا، وبشكر كل النجوم اللي حضروا النهارده معانا، وبشكر بقى وزاره الداخليه اللي سهلوا لنا ان احنا نتواصل مع اسر الشهداء، ودائما مصر امنه مطمئنه بولادها ان شاء الله. الفكره يعني كنا قاعدين مع بعض انا والاستاذ اسامه النجار، الاستاذ عبد الرحمن، الاستاذ محمد الغيطي، الاستاذه امانه، يعني امانه عبد الرازق، مجموعه كنا قاعدين مع بعض، فقلنا احنا عاوزين يعني ازاي نقوم بدور فاعل لمساعده المؤسسات المصريه، ازاي كلنا دور فاعل على الارض نقدر من خلاله ان احنا ندعم الدوله المصريه، ازاي ننتقل بهذا الشعب من مرحله المشاهده والوقفات الاحتجاجيه والمظاهرات الى مرحله اخرى، هي مرحلة البناء بقى والتعمير والنهوض بالوطن فاخترنا الحقيقة ان احنا نعمل حملة، حتى سميناها حملة، مش عاوزين بقى الائتلاف ولا عاوزين حزب، احنا ملناش اهداف سياسية، وكان شرطنا فيها ان يكون هي حملة شعبية مدنية لا علاقة لها بالسياسة مطلقا. نعمل حملة، نعمل فعاليات حقيقية على الارض، سواء نظافة، دعم السياحة، النهاردة بندعم الشهداء، قبل كده عملنا برومو ضد الإرهاب، بنعمل حاجات على الأرض الهدف منها مساعدة مصر مش أكتر من كده. شوف يعني جهاز الشرطة تعرض إلى محنة كبيرة جدا في 25 يناير، هذه المحنة أثرت عليه طبعا نفسيا، وبالتالي علشان جهاز الشرطه يقوم بدوره على اكمل وجه محتاج ان هو نعيد الثقه ليه مره اخرى، وان احنا نقول له احنا كشعب احنا معاك مره اخرى. والفجوه اللي حصلت بين الشعب وبين الشرطه بفعل فاعل في يناير، لازم يكون في مجموعه من الناس بتعمل على
يعني تضييق هذه الفجوة أو محو هذه الفجوة. ده دورنا النهاردة وهذه الحملة، لا من خلال فعاليات زي كده، من خلال ان احنا ندعم قراراتهم، في زيارات ميدانية لهم في الأقسام، فيها الدعم الشعبي، الإعلام يكون واقف مع الشرطة المصرية، ما نتصلش لهم الأخطاء، ما نكبرش من الخطأ قوي، إذا كان في مخطئ يتحاسب، لكن في نفس الوقت ما نتهمش أو ما ناخدش عاطل في باطل وما إلى ذلك، في أمور كتيرة جدا. فكان دورنا ان احنا ازاي نعيد الثقة لرجال الشرطة، نضيق هذه الفجوة أو نقضي عليها تماما، وزي نبقى نصل في النهاية ان احنا نكون راجل واحد، هو في الاسم وانا في البيت او في المصنع او في المسجد، كلنا في النهاية هدفنا واحد هي مصر. اكيد اكيد طبعا طبعا، ما التاريخ شاهد على ان الارهاب دي تبقى حالة عرضية، يعني بتقوم في كتير من الدول وفي كتير من الأزمنة، وفي النهاية بيبقى الأساس والأصل اللي هو في دولة، في نظام، في قانون، بينتصر الحق على الباطل. الإرهاب باطل، والسلم والسلام هو الحق. والله عز وجل يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالإرهاب ده 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 دي عمليات إجرامية لا ترضي الله عز وجل، ومخالفة للقانون، ومخالفة للأعراف، ومخالفة للإنسانية. كل هذه المخالفات تجعلها دائما في مهب الريح، إنما الأساس هو الأمن والسلام إن شاء الله. لا، دول تصنيفهم محاربون لله ورسوله، مفسدون في الأرض. الله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء محاربون، هؤلاء خارجون على القانون، هؤلاء فاسدون، هؤلاء مجرمون، وبالتالي لا يختلف عليهم أحد. يعني هؤلاء المجرمين، من مات وهو يقتل، ومن مات وهو يسرق، ومن مات وهو يرتكب أي جريمة ليس بشهيد، هذا يموت ثم يعاقب بعد ذلك على ما ارتكبته يديه. يعني بقول لمصر: شد حيلك، اللي جاي أحسن إن شاء الله. بقول للرئيس السيسي: شد حيلك، إحنا معاك وإحنا وراك، وإحنا مؤمنين بإنك إنسان وطني محترم، وبالتالي كامل الدعم لسيادتك. بالجيش المصري بقول نقول له: إحنا معاك فرد فرد في كل المواقع اللي أنت فيها، وشد حيلك برضو، إحنا وراك أنت الجيش، وإحنا وراك كشعب مؤمن بإنك أنت أحسن جيوش الأرض، وإن أنت بتقوم بمهمة وطنية عظيمة. بقول للشرطة المصرية برضو: شد حيلك، إحنا معاك وراك إن شاء الله.